هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، زوج النبي عليه الصلاة والسلام، عالمة فقيهة، خطيبة أديبة رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أيهما أفضل، خديجة أو عائشة رضي الله عنهما. بعض العلماء توقف، وبعضهم من قدم خديجة، وبعضهم من قدم عائشة رضوان الله على زواج النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم، ومنهم من قال أفضلهما أتقاهما عند الله، والبعض قال أن خديجة رضي الله عنها أفضل في الابتداء، وعائشة رضي الله عنها أفضل في الانتهاء، لأنها نقلت ما كان في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعرف مثل أم المؤمنين عائشة في رواية الحديث من النساء، مع فقهها رضوان الله عليها، وكانت تحدث وتعلم الناس وتفتي رضي الله عنها. نعم. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا، أي في الشريعة في الدين، وهذا فيه ميزان لما عليه الناس، وقد تقدم معنا أن حديث إنما الأعمال بالنيات هذا على النية، إخلاص النية لله. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، هذا في الأمور الظاهرة، لأن العبادة لابد فيها من إخلاص ومتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أراد أن يصلي، لابد إذا كانت هذه الصلاة عبادة، وهي عبادة، لابد فيها من إخلاص. الثاني المتابع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فينطبق على هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لو قال قائل: لما أريد أن أصلي الظهر 5 ركعات، هل يصح هذا وأخلص لله سبحانه وتعالى في الركعة 5 بأنها لله؟ نعم. لماذا لا يجوز؟ يقول: في الركعة 5 أقرأ الفاتحة وأركع وأرفع وأسجد وأصنع كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: لا إشكال، تصلي حتى 6 ركعات إلى 6 ركعات. يقول: هل أعاقب على الصلاة؟ أنا أصلي لله 6 ركعات الظهر، هل أعاقب على الصلاة؟ والله ما يعاقب على الصلاة، لكن يعاقب على مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله أن البدعة عندما تنظر إليها من جانب تجد لها أصل في الشريعة، وتنظر إليها من جانب آخر تجدها أنها مخالفة للشريعة. الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: من زعم أن في الإسلام بدعة يرى حسنة فقد زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام خان الأمان، لأنه قال الله سبحانه وتعالى:
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال اقرأوا إن شئتم اليوم أكملت لكم دينكم. فما لم يكن يومئذ دينا، لا يصلح اليوم أن يكون دينا. إذن هؤلاء عندما يبتدعوا في دين الله كأنهم يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الأمانة ولم وبقي شيء يقرب إلى الله لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب أحدث في شؤون الدنيا، يعني هذا الأخ الآن يقول عندنا في الزواج وفي النكاح نصنع طعام ونضع الحلوى مثلا، هل هذا من البدع؟ نقول لا، الأصل في العبادات المنع إلا لدليل، والأصل في العادات الحل إلا لدليل، هذه قاعدة. الأصل في العبادات المنع، أراد أن يصلي نقول لا يمكن أن تصلي حتى تأتي بدليل على هذه الصلاة، إخلاص ومتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في العبادات المنع إلا لدليل. أراد الصيام، الحج، الزكاة نقول لابد أن تأتي بدليل على هذا، إخلاص ومتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما العادات الأصل فيها الجواز إلا لدليل. يلبس حرير نقول الأصل هذا في العادات، الأصل الحل، لكن جاء الدليل يدل على تحريم لبس الحرير على الرجال، إذن حكمنا أولا على الأصل ثم خرجنا عن الأصل بماذا؟ بدليل. إذن الأصل في العبادات المنع والتحريم حتى يأتي دليل، والأصل في العادات الحل إلا إذا جاء دليل. من أحدث إحداث والتغيير في أمرنا هذا ما ليس منه، أي ما ليس من الشريعة، فهو رد. هل يوجد في الإسلام بدعة حسنة؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر في كل جمعة ويقول كل بدعة ضلالة. فهل يمكن أن يأتي أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوجد بدعة حسنة؟ ثم كيف نعرف أن هذه البدعة حسنة أو سيئة؟ ما هو الضابط؟ العقل؟ لو قلنا أن الضابط في التفريق بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة العقل، وافقنا إبليس. كيف نعرف؟ نعرف بالرجوع للشريعة، والشريعة فيها اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الابتداع وانتهى الأمر. يقول طيب، قال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة. نقول قال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة، ولم يقل من ابتدع في الإسلام. ثم هذا الحديث، سبب ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الصدقة، هل الصدقة بدعة؟ طيب ما معنى أنه سن في الإسلام سنة حسنة؟ يعني يحيي السنن. أما الابتداع في دين الله هذا أمر آخر. إذن كل بدعة ضلالة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. قوم نوح عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ابتدعوا أشياء ولم يحدث الشرك، صوروا وعكفوا على قبور هؤلاء الصالحين، ثم بعد هذا فقد العلم. البدعة هنا أنه أحدث في محبة الصالحين شيئا لم يكن معروفا عند من تقدم هؤلاء، فأدخلهم أول ما يكون في البدعة، ثم وصل بهم الأمر إلى أن وصلوا إلى الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلام. نعم، إذن لابد أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبتدع في دين الله سبحانه وتعالى. فإن تنازعنا في شيء
نحكم الكتاب والسنة. نعم. قال رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو رد أي مردود عليه كذلك. نعم. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الحلال بين إن الحلال بين إن الحلال بين بين النبي صلى الله عليه وسلم وترك الأمة على بيضاء نقية ليلها كنهارها. الحلال بين، عندنا أمور نعرف 100% أنها حلال، مثاله الخبز والرز مثلا حلال بين، والحرام بين. عندنا أمور محرمة لا شك فيها، معلومة من الدين بالضرورة، تحريم الزنا والربا مثلا، والحرام بين. وعندنا أمور متشابهة لا تعرف أهي حلال أم حرام، فماذا تصنع؟ نعم. قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يعني هناك بعض الناس يعرف هذه الأمور المتشابهة. لو قال لك قائل لماذا لم تكن القسمة على اثنين حلال وحرام، وكانت القسمة على ثلاثة حلال بين وحرام بين وبينهم أمور متشابهة، نقول أولا أنت عبد والعبد ليس له إلا الرضا والتسليم، تقول آمنت صدقت وسلمت، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. صحيح. العبد هل يقول للسيد لما؟ لا، يقول سمعا وطاعة، هذا أولا. الثاني حتى يتبين منزلة العلماء، لأن العالم يرد هذا المتشابه إلى المحكم ويأتيك بالحكم، وفيه أراد الله سبحانه وتعالى أن العالم يجتهد، وإذا اجتهد وأصاب له أجران، فيجتهد في البحث في هذه المسائل المتشابهة ويردها إلى المحكم ويحصل له بهذا أجر. ثم أننا قد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ماذا نصنع؟ هؤلاء اليوم الذين يتبعون المتشابه وينشرون هذه المسائل بين الأمة وتنشر بين في الرسائل وكذا، نشر الباطل، نشر الشبهات وكذا، فماذا تصنع؟ لابد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، سم قاتل لا تسمع لهم. أحد السلف مر بواحد من هؤلاء، وعند هو عالم، عندما مر به وضع إصبعيه في أذنيه، فهذا يقول له اسمع مني ولو كلمة، وهذا يقول له ولا نصف كلمة. هذا متبع لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. في زمن عمر رضي الله عنه كان هناك رجل يسمى بعبد الله بن الصبيغ. عبد الله بن الصبيغ هذا كان يبحث عن هذه الأمور المتشابهة، فعمر رضي الله عنه أخذ هذا عبد الله بن الصبيغ وكان في كل يوم يضرب عبد الله بن الصبيغ ثم يدخله إلى السجن، في كل يوم يضرب ويسجن. فقال عبد الله بن الصبيغ لعمر رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين إن أردت قتلي فأحسن قتلتي، يعني اقتلني الآن في كل يوم أضرب وأسجن، إذا أردت قتلي اقتلني الآن، وإذا أردت تأديبي فقد تأدبت، يعني لا أعود إلى المتشابه أبقى على المحكم. فترك عمر رضي الله عنه وأرسل أبو موسى رضي الله عنه وراء عبد الله بن الصبيغ حتى يعرف هل يعود إلى المتشابه أم لا، وتاب
ولم يعد إلى المتشابه. عندما مات عمر رضي الله عنه جاء بعض الناس، وهذا تعلم أنه يصنع البعض اليوم، جاءوا لعبد الله بن الصبيغ وقالوا مات عمر، ولا قتل ولا سجن ولا ضرب، ارجع. قال لا، أدبتني درة عمر. وتعلم اليوم لو كان هناك درة والله ما تكلم أحد، لكن لا بد أن العبد يقدم مخافة الله سبحانه وتعالى. إذن إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والشبه إذا وقعت الشبهة صعب جدا تدفع، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. حلال بين وحرام بين، وبين أمور متشابه يعلمها بعض الناس العلماء ولا يعلمها الكثير. فماذا نصنع؟ تجعل بينك وبين الشبهات وقاية. فمن اتقى الشبهات وابتعد عنها فقد استبرأ. استبرأ لماذا؟ لدينه من النقصان، لأن الشبهة تجعل الدين عندك ينقص. وتقدم معنا أن الإيمان يزيد وينقص، فقد استبرأ لدينه، هذا أمر. وعرضه من ماذا؟ من الوقيعة فيه. لأن هذا الأخ مثلا لو كان يعمل بالمتشابه أشياء مشتبهة، فهذا يقول سبحان الله فلان من الناس يصنع كذا ويصنع كذا. والأصل أن المسلم يدفع عن نفسه الشبه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يقلب صفية إلى بيتها رضي الله عنها، ومر رجلان وأسرع، فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية. سبحان الله، لأن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم، فلا بد من دفع الريبة والشبهة، فتكون على الحلال عاملا به ومجتنبا للحرام، وتتقي الشبهات، تسلم في الدين من النقصان وفي العرض من الوقيعة فيه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم. كالراعي يرى حول الحمى. قد كالراعي الآن الكتاب والسنة ذكر الله سبحانه وتعالى لنا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة، وفي الغالب أن هذه الأمثلة محسوسة ملموسة معروفة. الراعي الآن توجد بعض المناطق يسميها الناس اليوم محميات، صحيح؟ محميات، يعني أماكن يمنع فيها الصيد، يمنع فيها الرعي. دول تجعل بعض الأماكن محمية، صحيح؟ الراعي الآن يرعى في الحمى، لا، يرعى حول قريب من الحمى، يوشك أن يقع في هذه المحمية، ولو وقع في هذه المحمية يكون السجن أو العقوبة. فأنت الآن لا تقترب من الشبهات، هذه الأمور المشتبهة، نعم، حتى لا تكون كالراعي. فنعرف نحن الرعاة الآن عندنا أين يكون الراعي لهم؟ في أماكن مسموح لهم الرعي فيها. أما الأماكن التي ليس فيها راعي ومحمية لا يقترب منها أصلا. مثال الآن، هناك منطقة عسكرية خطيرة جدا ويمنع الدخول أو التصوير أو كذا، فماذا تصنع؟ أصلا لا تقترب من هذا المكان، صحيح؟ لأنه قد تقترب وتنظر، قال تعال لماذا تنظر وكذا، صحيح؟ فأنت الآن مع الشبهات تكون كهذا الراعي لا يقترب. نعم.
كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. يوشك أن يقع في هذه المحمية. نعم. ألا وإن لكل ملك حمى. أي لكل ملك حمى. الملوك الآن يجعل مناطق محمية لا يأخذها أحد. يكون في الغزلان مثلا أو كذا أو كذا. تكون من أو أشياء طبيعية وكذا، يعني أشياء جميلة جدا تجعلها محمية. الآن إخواننا، هل يستطيع أحد من الناس أن يدخل هذه المحمية التي لهذا الملك من ملوك الدنيا؟ لا. فما بالنا بأشياء جعلها الله سبحانه وتعالى محرمات لنا تتعدى على ملك الله؟ لا. إذا لابد أن تحذر من هذا. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله، ولا يمكن أن نتعدى على المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وهذا في تعدي على ملك الله سبحانه. ألا وإن حمى الله محارمه، ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم. ألا وإن حمى الله محارمه. نعم. ألا وإن في الجسد مضغة. في الجسد مضغة، يعني قلنا المضغة اللقمة، وهذا القلب سمي بهذا الاسم بالقلب إما لأنه أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الثبات لأنه يتقلب، أو لأنه يقول موضوع في الجسد وهو مقلوب، أو قلب لأنه قالب على اعتبار. في الجسد مضغة، إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله. فلا بد كما يذكر ابن القيم العناية بهذا القلب. نعم. والإشكال في القلب أنه إذا دخل عليه شيء من الشبه، نسأل الله العافية والسلام، يكون القلب فاسد. وذكرنا أن ابن القيم رحمه الله يقول كما أن الأرض لا يصلح فيها إلا عبادة الله سبحانه وتعالى، كذلك القلب، وإذا فسد القلب فسد كل شيء. نعم. إذا صلحت صلح الجسد كله. نعم. وبعض الناس نسأل الله العافية والسلامة يصنع أشياء محرمات، يحلق اللحية وكذا وكذا، وتسأله تقول يا أخي اتق الله ولا يمكن هذا. قال لا، أهم شيء هنا. طيب، ماذا تقول في قلب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة رضو الله عليه؟ ثم قال صلح الجسد كله. فإذا كان الظاهر عنوان الباطل، نعم، نقول لو هذا معناه أن في قلبك شيء، لأنه لو صلح الداخل ظهر هذا على الظاهر. أي نعم. طيب، قال وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. نعم. رواه البخاري ومسلم. إذن أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العناية بهذا القلب، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد عن الشبهات، أمور مشتبهة. لكن هناك فرق بين التنطع. التنطع هو التعمق والتقعر والتشدق، وأن بعض الناس يعني يصنع أشياء هذه ليست من الشريعة أصلا. يمتنع مثلا عن أكل اللحم. جاءوا ناس إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن ما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني وأما أنا فأقوم ولا أنام، وأما الثالث قال فأما أنا فلا أتزوج النساء. ظن هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء أن هذا فيه نقص في العبادة أو كذا. فعندما سمع بهم بما قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، عبد أكمل عبودية عبودية النبي صلى الله عليه وسلم،
ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي أي عن طريقتي، طريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا ليس من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نحن الآن ولله الحمد على بيضاء نقية، تركنا النبي صلى الله عليه وسلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. قال عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ الدين النصيحة، الدين النصيحة. أهل السنة والجماعة أسأل الله يجعلني وياكم منهم يعتقدون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دين يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا يدينون كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، قال يدينون بالنصيحة، يعني يعتقدوا أن النصيحة دين يتقرب به إلى الله، لكن النصيحة لابد أن تكون موافقة للشريعة لا مخالفة للشريعة. هناك فرق بين النصيحة والفضيحة. يدق جوال هذا الرجل موسيقى، فأتي هذا من الخلف ويصرخ: اتق الله. هل هذه نصيحة؟ هذه فضيحة. وتقول: يا أخي ما هكذا. يقول: أنت معه؟ يا أخواننا، معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه تكلم في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، عطس رجل في القوم فقلت له: يرحمك الله. هذا وهو يصلي. تخيل أن اليوم دخل إنسان وفي الصلاة عطس إنسان فقال: يرحمك الله، ماذا تصنع؟ أقل شيء هو قال عندما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته: فوالله ما زجرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني. لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليه، وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، إنما هو التكبير والتحميد والتهليل وقراءة القرآن. قال: يا رسول الله، كان مذنب، الآن هو كان مذنب، الآن بدأ يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسألك. قال: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وأتانا الله بهذا الإسلام، إن منا، وبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أقوام يأتون الكهان وكذا وكذا. وآخر الحديث قال: إن لي جارية ترعى غنما لي في أحد. الآن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أمرهم بماذا؟ بأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه، قال: واتق دعوة المظلوم. لماذا؟ لأن معاذ رضي الله عنه ذهب إلى اليمن قاضي ومعلم له سلطة وإمرة، فلا يمكن أن يستغل هذه في ظلم الخلق. قال: اتق دعوة المظلوم لا ترد حتى وإن كانت من كافر. فلا بد أن نفرق بين النصيحة والفضيحة. تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. واليوم أصبحت النصيحة على الأنترنت في المواقع وكذا، سبحان الله. وأرسل لي يوم أحد الشباب هدانا الله إياه، قال: إما أن توافق أو الأنترنت. قلت: الأنترنت لا، قلت: يوم القيامة. نعم، يلتقي الخصوم، الدنيا زائلة ويبقى يوم القيامة. قال لهم عندما أرادوا أن يعطوه شيء اليهود:
قال والله لا أخذ إلا هذا وما أخذ شيء. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض بالعدل. نعم. قال قلنا لمن؟ قلنا لمن؟ الدين النصيحة، الدين النصيحة، يدينون بالنصيحة لمن؟ نعم. قال لله. لله ماذا تصنع؟ تؤمن بالله. الإيمان بالله بربوبية بألوهية بأسماء وصفات، الإيمان بوجود الله، محبة الله سبحانه وتعالى، تقديم قول الله سبحانه وتعالى على كل أحد. لا يمكن أن تكون محبة الله سبحانه وتعالى مساوية لمحبة أحد، تجتنب الشرك وتأتي بأنواع التوحيد لله ولكتابه. لابد من ترك هجر القرآن، القراءة والتدبر والعمل والتداوي وغير هذا. نعم. ولرسوله النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الأمة، وهذا ذكرناه فيما تقدم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم السنة ونعمل بها وندعو إليها ونصبر ونذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد. نعم. وليأئمة المسلمين. الأئمة الآن العلماء والأمراء، هؤلاء لهم حقوق، الطاعة في المعروف وعدم الكلام على هؤلاء في رؤوس المنابر. يعني بعض الناس يصعد على المنبر الآن ويتكلم في الحكام، والبعض يظن أن هذا بطل وشجاع، ولا يدري المسكين أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا عالم من العلماء يدرس في الحرم، قال له بعض الناس: سبحان الله، لا نراك تتكلم عن الحكام، لعلك جبان أو تخاف من السجن أو كذا، أو أنت من علماء السلطان كما يقول البعض اليوم. فقال: أنا أعلم أنه لا يوجد واحد منكم من الحكام أو من الرؤساء أو من الوزراء، صحيح؟ أنا ما أعرف حتى أتكلم عن الحكام. هل أنتم حكام؟ لا، إذا ما يمكن أتكلم عن الحكام، أنا أتكلم عن المحكومين أنتم. قال: لكن غدا أتركوا هذا المكان للحكام، إذا جاءوا والله أتكلم عليهم بما يرضي الله. الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يعني كان بعض الناس يتطاول حتى على الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وقالوا له في مرض الموت، قالوا: أنت الآن يعني في مرض الموت وذهبت وكذا، فماذا تقول في كذا وكذا؟ قال: والله يعني هذا الأمر، الدين النصيحة دين، ولا يمكن لي أن أنصح هؤلاء، هذا أمر بيني وبين الله، ومحاسبني الله سبحانه وتعالى على هذا في أن أنصح هؤلاء، ولا يمكن أن أعمل بهذا بالنصيحة لهؤلاء ثم أتي على المنبر أو في الدرس أقول البارحة نصحت فلان وفلان، هذا رياء. إذن ماذا نصنع مع العلماء والأمراء؟ الطاعة في المعروف، ندعو لهم ونترحم، ولا ننابذ هؤلاء أو نخرج عليهم كما يعني ترى اليوم، وتدعو لهم بالصلاح بالتقوى، تذب عن أعراضهم، تنصح لهم على ما توجب الشريعة. رأيت أمر وخالفوه؟ عبد الله بن واهب يقول: سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن مسألة تخليل الإصبع، قال: لا أعلم فيه شيئا، قال: فتركت الناس حتى ذهبوا ثم قلت: يا إمام، انظر يا أخي كيف يتحدثنا، قال: يا إمام، لنا في ذلك سنة، قال: هاتها، قال: حدثنا فلان عن فلان كذا، قال: إنه حديث حسن. فسمعت الإمام مالك رحمه الله تعالى يسأل
بعد هذا عن تخلي الأسبع في الوضوء فيفتي بالحديث. هذا حال السلف أخوانا. وقال كل يؤخذ من قوله ويرد. فدين النصيحة لهؤلاء. نعم. ثم وعامتهم وهو سلام. نعم، ولعامة المسلمين يكون هذا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم شرائع الدين وغير هذا. نعم، الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار، وغدا إن شاء الله تعالى نكمل درس 40 النووية بإذن الله تعالى قبل الظهر بساعة، وبعد الفجر بإذن الله تعالى نكمل ما بدأنا به اليوم من دراسة نظم الورقات. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.